ظروفه الأمنية صعبة جدا بدون تفاصيل، وتركي اللحية قد يسبب لي أذى كبيرا. ماذا أصنع؟ أنصحك أولا بحسن التوكل على الله، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كانت ضرورة قصوى فأنت تعلم أن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.